حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة وطن الفضائية، وحلقة جديدة من أهل المحلة. ضيفتي لهذا اليوم حلقت كالنوارس من بيروت إلى بغداد لتحل ضيفة عزيزة على قلوب العراقيين. ضيفتي هي ممثلة لبنانية قدمت أعمالا وأدوارا بطولية في أهم الأعمال والمسلسلات في لبنان، كذلك أخرجت العديد من الكليبات مع ألمع وأهم نجوم العالم العربي، منهم واجد السار، حاتم العراقي، رحمة رياض، شذى حسون، وأسماء لامعة كثر جدا، وكذلك رولا سعد، وأسماء كبيرة جدا. ضيفتي دخلت من عالم إخراج الكليبات إلى أيضا الأفلام الطويلة والقصيرة لتكون متربعة على عرش النجاحات في لبنان. حينما ينشئ أو يبدع أحد في لبنان لابد أن تكون خلفه هذه الإنسانة الناجحة. هي من جنوب لبنان، ولدت في أفريقيا، وهي من مواليد برج الدلو، تكره النفاق والكذب وتعشق الحياة والألوان. رحبوا معي بالفنانة اللبنانية والمخرجة رندا القديح. نسيت العافية عليك. شلونك؟ الحمد لله. أنا سعيد جدا اليوم بتواجدك. شكرا لك. فرحتي كبيرة بيك. يمكن قلت لك أنا أكثر من 15 سنة أنا بتابعك، بس تقول أنا كبرت. كبرني. أصلا أنا مبلشة بكير، يعني أنا تخرجت كان عمري صغير بعده. أوكي. وبلشت يعني دخلتي هذا المجال أنتم صغيرة؟ إيه، كنت أنا أول شيء فتت بالإعلانات، كنت صور إعلانات. أوكي. ومن بعدها فتت على الكليبات. حلو. اليوم أنت راح تطلين على جمهورك العراقي. أوكي. ماشي. وكذلك العربي. ماذا يعني العراق بالنسبة لرندا القديح الآن؟ هلا أنا مش أول مرة بجي على العراق، يعني أنا جيت سبق السنة الماضية وصورت مسلسل وانعرض على قنوات، على قناة عراقية. ودائما بجي لأنه بحس يعني كأنه بلدي الثاني، يعني ما بتفرق معي بين لبنان، وساعة وربع ساعة ونص بالطيارة زي كأنه جاي دغري تكوني موجودة. فبجي لهون وعندي كثير أصحاب بالفن وبرات الفن، وعندي شغل هون وكثير بين التمثيل والإخراج. أيوه. ما تشوفيها عملية ومتكافئة؟ يعني هاي تتطلب جهد وهاي تتطلب جهد. أكيد الإخراج فيه تعب، فيه أفكار، فيه تجدد، فيه نظرة مختلفة. التمثيل فيه إحساس، إذا ماكو إحساس ما في تمثيل طبعا. في فرق بين الممثل اللي يسمع كلام والممثل اللي يحس الكلام. حلو. أفريقية، لبنانية، إسبانية؟ أيوة. أريد أعرف الجنسية الأصلية شنو؟ هلا انا جنسيتي الاصليه لبنانيه. أوكي. اهلي لبنانيين، خلقت بافريقيا. اوكي. ودرست بفرنسا وتزوجت اسباني. تزوجت اسباني. فعندي الجنسيات كلها مع بعض ما شاء الله. انا سعيد جدا بتكوني اليوم ضيفتي يمكن بثاني قناه عراقيه. أكيد. اوكي. أي. فكلش فرحان وانا اكثر. راح نبلش بالفقره الاولى اللي هي قهوه. تقعدين بالقهاوي؟ اي بحب كثير. اها. بحب هيك القهوه القديمه اللي فيها احساس، هيك تشوف الناس الحلوه القاعدين. في قهوه من الصخره بلبنان، في قهوه قديمه يعملون كباب ومشاوي. صح. لسه موجوده؟ تمام. انا سعيد جدا اليوم راح نبلش حلقتنا. يلا. بس نبلش بالفقره الاولى بالقهوه. ماشي تمام. يلا تفضلي. فاصل وراجعين.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، واكيد نبلش حلقتنا لهذا اليوم باهل المحله وفقره القهوه. انتم شنو تسمون المحله، الضيعه لو الحاره؟ الضيعه يمكن، ما حسب، لا الحاره بسوريا يمكن حاره. بسوريا انتم الضيعه. الضيعه احنا نقول اهل المحله. لا الضيعه يعني الضيعه برات المدينه، ضيعه هيك بيقولوا. انا من وين؟ من ضيعه نبطيه مثلا بجنوب ضيعه. طيب شو سموا هاي الازقه يعني هيك الافعال؟ الحارات يمكن، اي ما بعرف، اي احنا ممكن اي حاره، احنا محله، اي حاره. اوكي ممكن. غندل قديح، شويه تفسير لهذا الاسم، شنو غندل شنو قديح معنى؟ هلا العائله ما بعرف، بس بعرف رندله هو اسم نحن عنا، ما بعرف اذا بتعرفوا اخترع الاسم، نسيت اسمه هلا اخترعته راح الاسم هلا. بعرف انه اسم بيعني القوة، المرة القوية، المرة الجبارة. انت قوية؟ انا كثير قوية يعني بالواقع، قوية وشجاعة؟ ما بتعرفني امانة انا مرة كثير قوية يعني، الحمد لله اشتغلت على حالي كون هيك، ما كنت هيك. بتعرف اللي بيعيش برا باوروبا عنده يمكن شخصية انه بيمشي مع الحياة مع نفسه، ما بيتدخل بالاخر ومكمل حياته. بس جيت على لبنان وبشغلنا بدك تكون قوي لتنجح وتضلك موجود، انه انا صار لي زمان كامراه لبنانيه وعربيه اكون موجوده على الساحه ومكمله لهلا، بدها قوه. حلو. فبيعطوني لقب اخت رجال باللبناني. اكثر من هذا انه انت واجهتي حرب يعني، واجهتي كتير محاربه. كثير اكيد طبيعي. مين اللي حاربت يعني؟ مخرجين؟ في مخرجين، في منتجين، في ناس يمكن ما بدهم يعني اكمل، او شايفيني ناجحه عم بقدم شيء والناس بتحبني الحمد لله. فدايما كل واحد ناجح بجربوا يعني يدمروه، بس ما زبطت معي يعني. ارفعي سماعه الهاتف. ايوه خليها تحت اذنك. رندا القديح، اكشفي لي عن أسوأ مكالمة هاتفية تلقيتيها بحياتك، مكالمة تعتقدين إنها الأسوأ الأفجع الأحزن بحياتك. المكالمة اللي كتير أنا يعني دبحتني هي لما اتصلوا فيني وقالوا لي إنه توفى بيي أبويا بالمشفى. فكنت عندي تصوير، كان عندي تصوير فيديو كليب، وبالتصوير يعني هو احساس ما فيك كثير تعبر عنه، بس خلص وقفت الحياه عندي، كبيت التليفون وكسرت. وين كنت؟ باي مكان؟ كان عندي تصوير بلبنان لفنانه. ولما قالوا لي هذا الموضوع يعني صرت حدا ثاني، وقعت بالارض اكيد طبيعي يعني انه توفى ابويا، وقعد كسر كل شيء وتقتلت مع الفنانه وضربتها يعني صار مشكل، حطيت اللوم عليها. حرام. من كانت هاي الفنانه؟ لا ما ما لبنانيه ولا لا؟ عربية. بس حرام بعدين رجعت اكيد. طبيعي، بس انه فهموا الموضوع. بس هيدي أسوأ مكالمه ممكن تجي، ومن بعدها صار عندي خوف انه يجيني مكالمه يصير شيء لحدا بحبه. كثير هيدا الشيء اثر فيني، تغيرت كليا كانسانه، صرت اقوى، ما بقى تفرق معي شيء، ما بقى تأثر يعني يأثر معي شيء يعني، خلص شو ما يصير عادي. لأنه ما في أفجع أنه من رحيل الوالد. أكيد هو كان كل شيء. شنو كانت وصيته غندلي؟ شو كان يوصيك قبل ما يتوفى؟ هو رباني، هو خلاني أكون هالقد قوية. أنا أكبر وحدة بالعائلة يعني، أنا أكبر، فأنا المسؤولة بعائلتي، عندي أخت وخيين، وأمي موجودة الله يا حبيبتي خلي لنا إياها، فأنا مسؤولة عنهم وأنا خاف عليهم، فبعمل مستحيل يكونوا مبسوطين قد ما فيهم، بعطيهم حياتي وعيوني يعني. توفى وهو راضي عنك؟ اكيد، حتى بحسه معي دائما، بحكي معه. تشبهي؟ اي كثير. شو اللي شايفينه وياه؟ يوم اللي تشوفين صوره بيي ما كنت عايت له بابا، كنت اقول له بابس بابس. يعني كنا كثير اصحاب، مش كبي وبنت، اصحاب وبيعرفني قديش قويه، وكان مثلا يحضرني او يكون مع، هو كان يضل، نحن كنا بافريقيا، كان هو تاجر كبير بافريقيا، ورجعنا لما نقلنا على لبنان كان يضل بجنوب لانه بحب الضيعه، بحب القعده الضيعه. فكان دائما يشوف انه فخور فيني، هيدي بنتي شوفوا لوين وصلت. ما في اجمل انه بي يكون فخور ببنته او بابنه. ودائما كنت خاف عليه لانه في فتره مريض هو، وكان صغير، كان عمره 62 سنه، كان الله شاب. ايه بعده ترحين تزوري؟ اكيد اكيد دائما، وبحكي معه حتى صورته بالبيت وبحكي معه كانه موجود. يعني شنو سالفين وياه؟
رجل ميت باخذ والدك ميت شنو ممكن يستقبل ليك بدي اقول لك شغله. لما بتوصل لمحل انا من بعد هذا الشيء الانسان موجود على الارض بس الروح موجوده بقلبك. يعني كل انسان بيروح كجسد بس هو بالذاكره موجود عندك اذا بتحبه هالقد. صعب شغل وموجود بقلبك فكل شيء بتساويه انا باخذ رضاه. اعتقد هذا التفسير احنا نقنع بحالنا. ايه مش بنقنع، انا مبسوطه هيك مقتنعه خلص هيدا بتكمل الحياة لانه اذا ما عملت هيك ما بتكمل. تمام. بتعيش بحالة كتير صعبة. في عندي محاور جريئة شوية. ايه. بس مو بالقهوة. وين؟ بالدكان اللي انتو شو نسموه الدكان. دكان. نفس الشيء. ايه. خلص روح لفاصل بعد الفاصل ناكل شوية نشتري جرق. شوية اغراض يعني. شوية حميلي ايديكم. ماشي. مو عادي جريئة انا عادي ما عندي مشكلة. فاصل راجعكم. وصلنا للدكان مشاهدينا الكرام. اكيد يا ضيفتي النجمه اللبنانيه غنده القديح. يمكن بلبنان انتم من اوائل الدول اللي بلشت بعمليات التجميل، يمكن كان بعدها ما واصل لهواي دول عربيه. لبنان من اوائل الدول العربيه وانت عندك نقطه خلاف بهذا الموضوع. ليك انا الحمد لله، يعني انا اللي بيعرفني بيعرف انه بعدني مثل ما هي مثل ما انا بكره التجميل اللي بيشوه. يعني ممكن تكون بنت حلوة لأنه تشبه فلان أو تشبه فنانة تشوه وجهها، لا. ممكن تسوي عملية إذا صار عندك حادث، إذا عندك مشكلة عن جد، إنه حسب كل وحدة. بس حلو الجمال الطبيعي. يعني هدول النفخ والهول أنا بكرههم، لأنه كوني كممثلة كمان ما بقدر أنا أشوه وشي أو ملامح ما أقدر أحرك وشي وكيف أمثل. مع العلم إنه أنت اتهمتي بإجراء عمليات تجميل. أنا؟ أي؟ ولا مرة. يعني ولا مرة قيل انه لا ما بيعرف اجريت عمليات تجميل. بس انت ما اجريت يعني. حتى كنت في دبي رحت عند صديق هو حكيم على اساس نسوي فيتامينات، في ستايل تحط فيتامينات للنظارة. قال لي انت مساوي شيء؟ قلت له تعا شوف دس يلا شوف. بس انت باعترافك انه انت تعمل الفيلر والبوتوكس؟ بعمل بوتوكس طبيعي. بس هي تعتبر من اشياء التجميلية. عمليات تجميل انت قصدك عمليات تجميل الشد والاشياء الخطيرة؟ لا، بوتوكس ممكن خفيف تعمل اوكي بس ما انه عمليه تجميل. بس كعمليه انا من خياري لسه نفسه، صور قديمه وجديده موجوده، يمكن غيرت الاسنان تزبطهم. من الفنانات اللي او الشخصيات المعروفه اللي تقولي لها ستوب خلص صرنا ما نعرفك وانت جريئه؟ الفنانه اللي ما بعرفها قولها ستوب. هلا ثلاث ارباعهم انتبه، مثلا عم تحكي عن لبنان ولا برا عربيا؟ شيء عام بالعالم العربي. هلا عندك الفنانه اصاله عم تصغر، يعني جميله جدا، يعني مساويه اكيد شيء معين. بس اتحدث عن تجميل صار ينقلب ضد صاحبه. عندك مايا دياب كانت اجمل. كانت انا أجمل. كنت حبها اكثر قبل لانه انا بحب الطبيعي. عرفت انا ما بحب الاوفر لانه في وجوه بيصيروا الوجه اقسى. اوريدي هي طويله وعندها طله وهيك، فانت ضد عمليات تجميل التغيير الوجه زين، مش تحسين كم شغله، لا التغيير الوجه. طيب لو اعطيتك ثلاث جنسيات انت لازم تختارين جنسيه واحده تمشي وياك مدى الحياه، راح اعطيك الجنسيه اللبنانيه وراح اعطيك الجنسيه الاسبانيه وراح اعطيك الجنسيه افريقيا. يلا شنو تختارين جنسية ترافقك مدى الحياة؟ حجاوبك يعني جوابين ما فيني. أوكي. ولا يلا. جواب الأول أنا بفتخر بجنسية اللبنانية. انتبه أنا تركت كل أوروبا وجيت عيش بلبنان لأنه بعشق بلدي وبعشق قد ما فيني أعرف عن لبنان برا. بس كرمال شغلي وقديش نحن لوين رايحين سياسيا وبالعالم المشاكل رح ضل بالإسبانية لأنه تسهل لي شغلي وتسهل لي سفراتي وكل شيء. عم بحكي هيدي هون شغل. أوكي. وكمان بعشق إسبانيا لأنه من أنا وصغيرة
كان عندي كمان عشق لهالبلد، وصارت الصدفة تعرفت على زوجي الإسباني بلبنان. الأشياء صارت كلها مثل ما كنت أنا بحلم فيها. حلو. بس عندي جنسيتين هلأ، ما بتنازل الأولى عن لبنانية. ولا واحدة. إيه. الشيء الأول رح تختاري الجنسية اللبنانية؟ إذا أنا بحب كشغل أو ككمل حياة حخلي الإسباني، خلي نستفيد منه شو. بمزح. بس إنه الاثنين أكيد. طيب. شوية تحمليني أكثر. أنا متحملة عادي، ما في مشكلة. أنا بعرف إنه اللبنانيين كلش يحبون الجرأة ويحبون الصراحة، حتى دائما لما تكون أشياء صريحة يقول لك ها شنو أنت لبناني صرت؟ فهذه بالجرأة موجود عندنا كمثل. طيب وشيع من فترة بسبب تقاربك وبسبب يعني خلينا نقول حبك لسيد نبيل إنه أكو قصة حب بين رندا القديح وبين سيف نبيل. سيف نبيل؟ ما بعرفه أنا. في؟ ما بعرفه شخصياً ولا مرة. التقيتوا بالكواليس؟ التقيتوا بلبنان؟ لا ولا مرة، أنا ما بعرفه شخصياً. ما التقيتوا؟ لا ولا مرة. ولا صار يعني كان على أساس نحكي في حدا إن بتوين يعني بيناتنا إنه نعمل شيء سوا كعمل غنائي، بس ما تلاقينا، بس ما بعرفه شخصياً. بس يقولون اكو ملتقى سري ما مو امام الاعلام تلتقوا؟ لا في كثير اشياء بتنقال وين ما كان، قد ما بيطلع اشياء بتطنش يعني، ما هو كل يوم بيطلع شيء جديد، في ناس امبارح مين اخترع شيء عني كمان انه انا موجوده هون بضحك حكي هوايز. اذا هذا الموضوع ما له صحه لا 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 بالحياة. ما بعرفه ما شفته. يمكن اكثر فنانه تحبيها هي هيفاء وهبي؟ بحب كثير هيفاء وهبي. اكثر لو تحبيها؟ لا بحبها كثير، مش اكثر واحد. انا ما عندي فنان معين احبه كثير، انا كل فنان ان كان لبناني او عربي او اجنبي بحب عمله، بحبه هو، بشوف مسيرته لوين وصل شو سوى بحياته. بس عندي ستايل معين اغاني، يعني انا ما بسمع كل شيء، في مود معين بحبه. الهيت ممكن تنزل اغنيه هيت بحبها. رحمه مثلا كثير بحبها، بحب احساسها. نصيف زيتون كثير بحبه. فضل شاكر كنت يعني اغانيه كثير بحبها. كاظم الساهر، يعني في كثير اغاني ممكن الفنان بحبه، بس مش انه هذا بس هو، لا بسمع على الكل. ممكن نشوفك عروس قريبا؟ عن جديد؟ بدك عريس؟ ما في، ماكو عندك عريس؟ ما في عريس؟ لا كيف واي؟ كلهم متزوجين. ممكن ترتبطين برجل عراقي؟ ممكن، ليش لا؟ ما موجود حاليا؟ مشكلة جنسية أنا، انتبه. لا لا بس دقيقة، أنا ممكن جاي أتنبأ. إيه؟ ممكن أكو حاليا هيك بداية حب مع رجل عراقي؟ ما أدري. ما أدري. في ولا ما في؟ لا ما في، لا أنا شغل بس. بس عيونك فيها حب؟ لا أنا عندي حب للحياة وعندي حب لكل شيء. أوكي هاي دبلوماسية أعرفها. بس أحس أكو حب بعيونك، أكو شيء ضامتها علينا. مش حب، لا لا، انه في اعجاب ممكن، بس انه ما في حب. اكو خيوط بعد هي ما بفكر بالموضوع. انا مركزه على شغلي تيعرفوا الناس انه انا انسانه مركزه على شغلي هلا، على طموحي، وعندي كثير اشياء بحياتي بدي اسويها. اذا اجى حب عبالي حياتي، لانه تجربه سويتها، انا طلقت مش من زمان، رجل انسان رائع جدا كان، وبعدنا اصحاب وبعدنا اتصال مع بعض. انا ضد الكابل اللي بيطلقوا يصير مشاكل بيناتهم، لا، لازم يكون في هيك العشرة الحلوة، الاحترام، الحياة اللي يعيشوها مع بعض. طيب طلاقك وانفصالك عن زوجك الإسباني أوكي كان بسبب غيرته من الرجال اللي أنت تعملين معاهم، أو أكو حقيقة ثانية ما ظهرت؟ لا لا ما دخل. نحن أنا تزوجت 13 سنة معه عايشة، وما كان في ولا مشكلة أنا وياه. مزبوط كان بيغار أكيد، ما في رجل ما يغار على مرته، خصوصا بس يمكن غيرة غير عادية يعني. ممكن بمراحل، بس بعدين خلص يعني تغير، عرف أنه هيك اللي نحن نمط الحياة بلبنان، أنه ناس كتير نمزح مع بعض، وبتعرف الناس بيحبوني كتير كان صحافي، يعني ماكو حد يجي يقول لي هاي وما يبوسني أو يقول هاي، غير نمط حياة تعود. بس نحن انفصلنا لانه الحياه صارت شوي صعب نكون مع بعض، لانه شغله هو مع الدوله دبلوماسي، وانا شغلي يعني واحد منا بده يترك، واحد منا بده يترك كل شيء ويروح. طيب معقوله انه تخرب الحياه وتخرب العشره والزواج؟ في اشياء بتتغير، اشياء بسيطه. منا بسيطه، لا منا بسيطه. انا عندي يعني كل حياتي شغلي،
اذا تركت كل شيء ورحت عشت باوروبا ممكن اكمل، بس مش نفس الشيء. يعني واحد بده يتنازل، بده يعني مش سهله تنحكى هلا صار بكم عندك كلمه. من اولاد؟ لا لا نو لا. توقيف الانجاب هذا كان باتفاق بين الطرفين او اي باتفاق؟ قررت انه انتم ما تنجبوا؟ انه مش وراحت الايام يعني عادي، منا شيء يعني عادي. انا عندي منا كيف بيقولوا ما حابه تكوني الام. هلا عندي بنت اختي وعندي بنت خيي، بنتك كأنا ام اندمج. يمكن شغلي اخذني اكثر، ما كثير فكرت بالموضوع او ما تاثر كثير فيني، بس كثير بحب الاولاد، بعشق الاولاد. بس انه هلا مثلا اجيب ولد ما بعرف اذا هالقد قادره او عندي وقت او عندي القدره والاعصاب، لانه بدك وقت يعني صعبة. مسؤوليه. صعبة. انا بقول لكل انسان بيجيب ولد مسؤوليه، يعني مش انه عم تجيب شيء بالبيت وتحطه، لا، ولد يعني انسان كيان عم تنتبه عليه، عم تعطيه وقتك وكل وقتك، مش انه تجيب وتحط دادا هو يربيه. انا ضد هيدا الشيء. صعب. اي تمام. تكرهين الخيانه؟ أوه. لانك تعرضتي الى الخيانه. صح كل ولا إنسان خطأ؟ ليك، كل إنسان بيتعرض على لكتير أشياء بالحياة يتعلم منها. أنا تعرضت لخيانة، مش خيانة زوجية انتبه، لا أبدا، خيانة أصحاب، خيانة بالتصوير بالعمل بالشغل تبع سأصدقاء. بالعمل تبعنا، أصدقاء كتير قرب مني كتير صدموني، فتعلمت، أكلنا بوكسات بيقولوا باللبناني، أكلت بوكس فتعلمت وصرت أقسى، ما بقى اخذ واعطي كثير مع مين ما كان. عندي اصحاب كثير يعني مقربين مني كثير قلال، وعائلتي، وهو اخويا اللي بيشتغل معي علي قداح اللي هو ارت دايركتور وستايلست، يعني هو صديقي ونص الثاني بالشغل، فما بقى فوت كثير ناس على حياتي، خلص يعني يكفي. حلو. ايه هذا رايك. ايه ايه خلص بكل ما لا شو طب ما يفيدني. ممكن لو فكرتي انه ترتبطين اليوم او يصير انت عندك ليه مصر حبيب ارتبط؟ وتتوج هذا الحب بزواج، اوكي؟ ايه؟ شنو المواصفات اللي تبحثين عنها بعد تجربه مأساويه؟ بدي رجل قوي الشخصيه، اقوى مني. زين. رجل عنده كل مواصفات العطاء. عطاء العطاء والحب والكراء، يعني يكون كريم. اللي قبل ما كان كريم؟ بلا. ولا كان قوي الشخصيه؟ كان اقوى مني. ما عم اقول لك ما صار مشكله، صار شيء قصه الحياه، فصعبه ارجع اتلاقى بحدا احسن منه. هون المشكله. لازم شخص يعبي محله. هلا ما لازم اقارن، تبي؟ ما فكرتوا ترجعون؟ ما بعرف، ما ليش شو بدك انت شو بدك اليوم؟ ما بعرف، ما احب الطلاقات، يعني ما احب الانفصال، احب الناس ترجع دائما ولا أنا. وتعيش. بعدنا اصحاب نتلاقى ونتشاف. ممكن ترجعون؟ انا ترك الاشياء لربي، مثل ما تجي تجي بالحياة. حس أكون شيء يعني؟ ممكن يتحقق هذا الشيء بالمستقبل؟ ما بقى أفكر كتير للأشياء بالمستقبل لأنه تتعب. خلي الأشياء تروح. خليها مع الأيام. مع الأيام. مع الأيام. يمكن أجمل. أنت جريئة وتعرضت إلى انتقاد لاذع من البعض حينما صرحتي في يوم من الأيام وقلت إنه المخدرات موجودة في لبنان وعلناً، وقلت تقريبا الحشيشة. اوكي، هذا التصريح اجى كان عندك دليل؟ كانت عندك مصادر؟ عندك تقارير؟ لو تنبؤ لو شنو؟ لا مش تنبؤ، موجود، كل الناس تعرف في احصائيات بلبنان، مش بس بلبنان. انت تحدثت عن لبنان فقط. ايه بس مش بس بلبنان، هلا كوني لبنانيه بحكي، بس مش بس بلبنان. انتبه، بالعالم العربي كله عم نوصل لمرحله في ناس عم بيروجوا المخدرات للشباب والصغار بالجامعات وبالمدارس للاسف. بالجامعات. ايه وهيدي معروفه وعم بيصير في يعني لازم الناس تنتبه والدول كل انسان ينتبه على اولاده، المدارس تنتبه شو عم بيصير، لانه في عصابات عم مبينين يعني معروفين. وانا سويت كثير اشياء ضد المخدرات، انه انتبهوا على المخدرات، وسويت فيلم اسمه بلبنان اسمه شرعوا الحشيشي، كان هو كوميدي موجود على نتفليكس اسمه ليجل هاش، انه انتبهوا من المخدرات بتدمر الحياه و و و و انتبهوا من اولادهم. يعني عملنا كثير توعيه على الموضوع، ولازم كل بلد يعمل توعيه هالقد دقيقه بخص هالموضوع. كبرياء وندم. ايه ايش قد كان يمثلك هذا العمل؟
هل انت عندك كبرياء؟ كبرياء وندم. هو اكثر مسلسل انعرفت فيه هو حكايه امل. حكايه امل بعده لهلا بينعرض على ال بي سي عندنا، وكل ما حدا يشوفني يقول لي انت امل. قول لهم والله اسمي رندلا مش امل، بس خلص صار بالذاكره الناس انه انت امل، المره القويه بالضيعه اللي كان عمرها 20 لصار عمرها 50 سنه، لعبت هيدي المراه القويه اللي عندها اولادها وشي بيموت بين ايديها، يعني مش شيء بكي كله بكي 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 بكي، كثير اثر فيهم لانه قريب منهم. صح. المسلسلات هلا اللي عم نشوفها في كثير كذب، مثلا بلبنان عم بحكي في كثير مسلسلات، مش كل القصص اللي عندها فيلا حلوه وسيارات حلوه وكل النسوان بتخون زواجهم والزواج بيخون شنو ها، يعني في عندنا كثير قصص نحكي فيها احلى واجمل كثير، عن المرأة عن الولد، عن في مثل ما قلت لك عن المخدرات عن المساجين، عن ليش ما نسوي هيك اشياء. طيب. ممكن نعترف انه الغناء اللبناني وصل للعالم اكثر من التمثيل اللبناني؟ لا كله صار التمثيل اللبناني هلا اكثر شركتين انتاج لبنانيات، عندك صباح صباح وعندك ايجل فيلمز، هن منتجين لبنانيين عم بيساووا مسلسلات عربيه وعم تاخذ اصداء كثير كبيره برا، وهي اللي عم تنتج كلبنانيه. بس اليوم يعني واللهجه اللبنانيه، اللهجه اللبنانيه وصلت من خلال الغناء اللبناني، من خلال نجوم لبنان. اكيد قبل كان الغناء اللبناني معروفين اكبر فنانين لبنان، من فيروس فيروز صبوحه، يعني عندك كثير اغاني معروفين بالعالم ك يعني اسامي كبيره، بس التمثيل يمكن لانه اللهجه كانت صعبه تنفهم هو المصري اسهل شيء ينفهم. هلا صار في انفتاح اكثر، بتشوف اكثر ممثلين عم يبينوا اكثر، واللهجه اللبنانيه سهله. بتعترفين انه اليوم الاغنيه العراقيه هي اللي مسيطره على الكوكب العربي؟ ايه اصلا الاغنيه العراقيه انا معروفه. من هو كوكب انا صورت لثلاث ارباع الفنانين العراقيين. كوكب الغناء العراقي برايك اليوم من اللي مسيطر على الاغنيه العراقيه كرجل؟ رجل. هلا ما بعرف، كل بلد عندكم اسامي غير عنا برايك انت؟ اكيد تسمعين مطربين عراقيين تعاملتي مع بعضهم. مشكل اللي ناجح هلا اللي عم بيبين اكثر هلا حسب، يمكن الاغنيه اريد اسم واحد. والله يا لهوتي زي ما قلتش اسم واحد هلا كغناء امراه عراقيه رجل عراقيه في عندك رجل. رحمه رحمه الرجل عندك اسيل هميم، بس رحمه اكثر عربيا. هذه امراه. ايه الرجل رجل عربيا عراقي ساعدوني. لا رجل. ايه رجل منو؟ مين؟ عراقي وليس عربي. ايه عم شوف عراقي. مين اللي اكثر شيء ناجح هلا؟ ما اعرف، انا بدي اشوف انت كلبنانيه برايك منو؟ اللي كثير بحبوه بلبنان ولا انتم غير؟ تسمعوا غير اغاني؟ ما اعرف. فوتني بشي مشكله هلا. ما ادري. تعاملتوا ويا هواي مطربين عراقيين فتعرفين هلا انا تعاملت مع عم بحكي كاصوات اللي بحبها. عندك حاتم العراقي، عندك اسم واحد الطيب. من اللي مسيطر على الكوكب؟ رح اقول حاتم العراقي لانه هيدا حبيب قلبي. حاتم العراقي، بس حاتم ما محسوب على الشباب، محسوب على جيل الرواد. بس انا بحبه كثير. تمام. قبل ما ننتقل الى فقره البوم صور، مصطفى عبد الله عندك حوس، في كثير اسامي. قبل ما ننتقل رح انقذك من هذا الحراج. قبل ما ننتقل الى فقره البوم، الفنانه الكبيره فيروز رفضت لقاء رندل قديح علامات استفهام، طالبت بمقابلتها لأكثر من مرة ولم تقبل دعوة رندل. أنا؟ لا أنت شو عم تخترع أشياء. لا مش مظبوط. طالبت بمقابلتها وزيارتها ورفضت فيروز أن تستقبلك. لا تستحي أنه لا لا لا, لا أبدا مش مظبوط. أنا بحب أتقابل معك أكيد. في أغنية لست فيروز قصيدة اسمها شال على كتفيها رندلة، غنية اسمها شال في اسمي، هي غنية لإلي. ماكو حقيقة لهذا الموضوع؟ لا لا ما فيك تشوفها أصلا، ما فيك تطلب تشوفها إلا ناس مقربين منها أكيد بتمنى تعرف عليها. خلص ست فيروز أول شيء عايشة بعالمها أكيد، وما بتشوف مين مكان أكيد، ما بيفوت حدا لعندها. انتبه فعلا فعلا صعبة. مثل ما يدعى انه هي مصابه بمرض نفسي، مصابه بزهايمر. كثير بيحكوا ما تسمع هالاشياء ابدا، ما في ما في شيء هيك. في صوره سربت من يومين والله؟ ايه مع اختها. ايه صوره كثير حلوه وبس كثير من الملامح. شفتها
موجودة عندي بالموبايل إن شاء الله شوفت. بس لا خلص عايشة بعالم خاص لإلها، ليش ما قدمت على مقابلة؟ طلب لمقابلتها؟ ما لا ما ما ولا اتصلتي بأشخاص؟ لا ولا راح تقدمين على هالخطوة؟ ما أنا ما بعمل يعني ما بفكر إنه أشوف فنان أو لا، يعني بحب هون من بعيد. تمام، وصلنا إلى فقرة ألبوم الصور، وبالألبوم الصور شوية أريدك تكونين أكثر شجاعة مثل صراحتك اللي هنا، أوكي؟ تمام. مشاركة كرام، ورح لها فاصل، وبعد الفاصل ألبوم صور. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام بالدقائق الأخيرة من أهل المحلة ومن هذه الحلقة. وصلنا إلى مجموعة من الصور، كل صورة عندنا عليها شيء. أوكي، وإذا التهرب ممنوع. أوكي. التهرب ب يعني شرط، لازم نسوي فتشي. شوف إذا يعني ما أعرف. فتشي. كل صورة أنا راح أطلب منك. تمام. يلا، نشوف الصورة الأولى. شو تتوقعين أول صورة؟ اول صوره امين من بالك كلينتون واوباما شنو ما بعرف يلا نشوف ونعلق اوكي بس اريد الصريحه يا حبيبتي بين طوني خليفه وبين نيشان من هو نجم الاعلام اللبناني بين طوني خليفه ونيشان وبين نيشان من هو نجم الإعلام اللبناني؟ بس ما فيك تحطهم مع بعض لأنه غير جيل. خلاص أنا اختاريت من جيليان. إيه. من هو اللي حقق نجومية أعلى؟ يا صريحة كوني صريحة. نجومية أعلى. أنتوا مين بتحبوا أكثر هون؟ اختاري لي اسم. أنت مين بتحب هون؟ أنا أحبهم اثنينات. هلا انا توني خليفه انا صديقي كثير ومثلنا سوا مسلسل أوكي. اسمه طالبين القرب زين تعرفت عليه اوه من سنين اوائل مثل مره وخلص اوكي فبحبه كثير وبعرفه كثير منيح وفايت على بيته وانسان كثير جريء وعنده اكيد يعني كيف بيقولوا ستايل خاص له زين ما بحب الكذب وال يعني نجم الاعلام اللبناني طوني خليفه هلا نيشان كمان يعني هلا برز كثير وموجود على الساحه يا ست اختاري لي اسم طب توني طوني خليفه نجم الاعلام اللبناني خلص ما شوف اللي بعدها ما شوف اللي بعدها بين نجوى كرم وشيرين عبد النور من هي نجمه الغناء اللبناني اكيد ست نجوى كرم نجوى كرم ايه اكيد ما فيك تقارن انتبه شيرين كثير بحبها بس ما خصهم ببعض صعب المقارنة؟ أكيد ما فيك يعني سيرين بتحطها مع الستايل تبعها من ستايل سيرين؟ كغناء ولا كتمثيل أنت عم لا يعني أكيد كمطربة كمطربة عندك سيرين من جيلها؟ عندك جيلها هلا نجوى ما فيك عندك نانسي بس نانسي كمان غير عندك نانسي عندك هيفا عم بقول لك شو الفنانات اللي عندنا مايا دياب حسيت انت بتختاري نجوى كرم نجوى طيب. لانه شمس الاغنيه بسؤال صريح جدا هل نجوى كرم هي خليفه فيروز؟ لا ما دخل فيروز ما في منها نجوى كرم لن تكون خليفه؟ ما دخل نجوى كرم شمس الاغنيه عندها ستايل الـ هيك الضيعه والدبكه اوكي بس فيروز بعد فيروز نجوى كرم ما بيجي حدا ما في ما خص نجوى او ما خص نجوى ما بيجي حدا نشوف اللي بعدها بين رحمه رياض واصيل هميم من هي نجمه الغناء العراقي بين الاثنين هلا اصيل هميم ما بعرفها شخصيا مع انه بحب كثير اغانيها بس رحمه صارت
هالفترة عم تنزل أغاني ورا بعض رائعين جدا وإحساس قمة الإحساس، وأنا اشتغلت مع كمان فيديو كليب وبعرفها شخصيا كتير. أوكي. أول كليب أنا وياها مع بعض ما شاء الله، فبقول أنا رحمة، رحمة رياض نجمة الغناء إحساس رائع العراقي جدا. بلا منازع؟ لا مش بل اللي موجود عم نشوف على ممكن يشوف السنة الجاية وحدة ممكن. أنا ليش قلت لك من شوي أنا بمشي على الأغنية اللي تضرب مش على الفنان. صح. نشوف اللي بعدها يا حياتي. شنو كواليس لقائك مع الكبير الإعلامي جورج قرداحي؟ بعشقه هالإنسان قد ما هيك راقي. تقولي من جاب هاي الصور؟ راقي وقديش قلبه طيب وقديش هيك إنسان رائع. كنا عم نصور برنامج اسمه السهم مع الإعلامية جيهان الطائي لقناة دجلة، فنزلنا على بيروت صورنا ورجعنا صورنا حلقات بدبي، وهلا عم نحضر حلقات جديده كمان ما شاء الله. اكيد ننتظر من الضيوف. كان في معنا هشام حداد، كان في معنا لوجين عمران من دبي، ميس عنبر، من بعد في كان في اسماء قويه. في اسماء قويه وهلا جايين اقوى بعد. تحياتنا للاستاذ جورج قرداحي. نشوف الصور اللي بعدها. هاي جيهان حبيبه فقر. قلبي جيهانو. هذه الانسانه هي بوابه دخولك الى العراق بتجنن. بكل صراحه انا اوريدي قلت لك كنت هون من سنه صورت مسلسل مع قناه دجله واسمه دهن حر وقتها كان اخراجك هذا العمل. وانا مصوره يعني صار لي 15 سنه بصور للعراقيين بس بلبنان او بتركيا. لما جيت صورت المسلسل هون صار عندي معارف اكثر ورجعنا هلا هالفتره على اساس جيت لنكمل البرنامج. تعرفت على جيهان من خلال السهم. وقلنا ليش ما نسوي شركة مع بعض أو نشتغل إيد بإيد، ممكن نكبر وأكيد فينا نكبر ونصير بعد أقوى. هي عندها كتير معارف وأنا كمان عندي أشياء تكنيكال ونحط أفكارنا مع بعض والحمد لله عم نعمل شيء حلو كتير. شنو أكثر شيء ما تحبي بجيهان طاي؟ شيء تقولي لها بلا هذا شغلة الوقت ما عاد التزام بالوقت؟ هاي كشفت شر عنك ما لها علاقة. لا بتقولها عادي بس هلا حنظبط الامور. انا وراها نحن معودين الوقت. بتعرفي لبنان كل شيء. انا كرندلة يعني اذا بتقولي تعي ثلاثة بيجي ثلاثة الا ربع عرفت. بس جيهان حنظبط الوقت. تحياتنا لها وهي نجمة رائعة. مجنونة مجنونة. بتمنى لها كل التوفيق. بس للاسف ما بعرف ليش في كثير ناس ضدها. ضدها لانه الناجح هكذا يحارب. نفس صار معي سالتني اول شيء نفس الشيء. سالة ناجحه طنش شو تساوي؟ طنش تعيش تعيش طنش تعيش. نشوف اللي بعدها. أوه. الحب الاول يراغب علامه. الاول مو حب المراهقه. لا لا حب المراهقه كان ايطالي. ايطالي بعد الحب الايطالي لبناني ما ادري. لا بعدين اجى الاسباني. راغب علامه بيحبه كثير لانه كنا عايشين بباريس قلت لك اهلي وهو صديق اهلي كثير فتره زمان ففي هيك صداقه عائليه. اكيد متابعه على السوشيال ميديا. أيه. اكيد تسمعين وتقرأين تعليقات وتشوفين منشورات على ابنه. اكو هجمه كلش كبيره بالسوشيال ميديا على ابنه بسبب ستايله بسبب كذا. شو توجهين نصيحة لابن راغب علامة؟ خليك زي ما أنت وواصل للعالمية. أوكي يعني بيخلي أظافر عادي حر. هو مش هيك هو عم بيقدم شيء. ليك التيك توك فوت على التيك توك. اللي بيمثل مثلا ممثل إذا ممثل عمل يعني لابس شيء مش شخصيته نسائي بيصير هو لا أكيد. يا ما في ممثلين رجال مثلوا امرأة إن كان بأمريكا أو بالعالم العربي إنه ما بيعني إنه هو هيك. ليش عم نضيع بالأشياء؟ وفي بالحياة رجال هيك وما حدا بيقول لهم شيء. فهذه نصيحة ما يعني ما بقى تضيعوا وقتكم على ناس فكروا بشغلكم. مين الحب الكبير؟ الحب الكبير في حياتي سلفادور. أول شيء أبويا بعدين سلفادور. سلفادور اللي هو طريقك طبيعي. تحياتنا. نشوف الصورة اللي بعدها. سمية الخشاب. سمية الخشاب من فنانات المصريات القريبات عليك. مزبوط. ليش ما التقيتوا بعد؟ صورنا فيديو كليب بسوريا
من كم سنة ورجعت، راحت على مصر في فترة صار في شوي مشاكل معها وتوفت أمها كمان الله يرحمها. الله يرحمها. فبقينا شوي على التواصل وراحت الأيام يعني ما رجعنا حكينا مع بعض. بس أكو على السوشيال ميديا. أها. إيه. تتواصلوا. أكيد. خفيف. توجهي لها رسالة لأن هي أيضا واحدة من الشخصيات اللي تعرض للانتقادات. هاي المشكلة إيه. هلا سمية عندها شخصية خاصة لها وامرأة حلوة ومثلت أدوار حلوة. هلا نزلت أغنية يمكن شيء بفتكر شيء بحر يعني شيء للصيف من أشهر من, إيه أشهر من أشهر فخليها ترجع بشيء كتير قوي كتمثيل لأنه هي ممثلة. لو خليتك بنصيحة تقولي لها أبقي بالغناء أو التمثيل؟ تمثيل. مو أنت إذا بالغناء تصوري لها كليبات؟ فيها تعمل فوازير، فيها تعمل ممكن. مسلسل غنائي، فيها تعمل انتبه عندها هي ما بتقول إنها مطربة، عندها صوت وفيها تعمل شيء استعراضي ليش لا؟ شوف الصورة اللي بعدها لو انتهى. أها هذه آخر صورة مع وائل جسار. وائل جسار بعد صورة واحدة. أوكي وائل جسار من الفنانين اللي تعشقين صوتهم. أوكي هل تعتقدين إنه وائل جسار لا زال اليوم مسيطر على الأغنية اللبنانية العاطفية؟ كان 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 هلا هو كتير قوي انتبه كفنان كتير قوي وصوته رائع جدا بس لازم ننطر منه هلا أغنية تكسر منو ممكن يحطم شباك التذاكر بالحفلات الآن من شباب لبنان؟ في أغنية ما بقى شباك التذاكر حفلات كلبناني من اللي يحطم؟ مين عنا كلبناني يحطم؟ كل واحد عنده ستايل. عندك وائل كفوري عنده ستايل خاص، عندك فارس كرم عنده ستايل خاص، راغب علامه سوبر ستار. اليوم انا لما اجي افتح حفله واقول بهاي الحفله راغب علامه وبهاي الحفله وائل جسار. ادم موجود بقوه هلا، فنان ادم هو اللي ممكن يكسر. عندك زياد برجي، عندك ايمن زبيب، عندك كثير. ما زياد برجي غني لو على قلبي ذاب في هواك. لا هذا فاضل شاكر. لو على قلبي ذاب. لا زياد برجي انا قلبي عليك. ايه انا قلبي عليك وعامل اغاني رائعه. منو تقولي لي انا قلبي عليك؟ انا قلبي عليك. احنا نقول بالعراقي انا قلبي عليك. قلبي عليك. انا قلبي عليك. يعني خايفه عليك. يعني كل انسان ماكول حقه ان كان ولد او حدا مسن او امراه ضعيفه. انه خليكم يعني مثلا هلا انا عم بشتغل على موضوع العنف ضد المراه لانه صار في كثير عنف بالعالم العربي، ضرب وقتل المرأة بالبيوت خصوصا بلبنان انا بحكي. فهذا الشيء لازم ننتبه، المرأة ما لازم نسكت والدولة ما عم تعمل شيء. اوريدي ما عندنا دولة يعني ما عندنا مشكلة بالموضوع. أوكي. نشوف اخر صورة بالالبوم عندليب توما حبيبي هيدا الاسمر. شو بيسميني حاتم؟ رندلا. ها هو يلقب رندلا. رندلا مرتدلا شنو؟ رندلا بالبل. انا بدي رندلا. اوكي شلون تقيمين التجربة مع حاتم العراقي؟ إنسان رائع جدا دايما بقوله يعني أكثر من فنان بحياتي ومن فترة حكينا مع بعض يمكن حضر شيء سوا إن شاء الله. أكو شيء جديد؟ إن شاء الله. طيب أكثر فنان أنطاك أجرك اللي أنت تستحقيه؟ كوني جريئة. فنانة بلقيس. بلقيس. صورت لها فيديو كليب بإسبانيا غنية اسمها أنت. كليب كتير جريء وكتير غريب وفيه شغل كتير وصفرة ويعني كان كتير ضخم. هي الفنانة الوحيدة اللي انطتك الأجر الكامل؟ مش الوحيدة بس إنه الأعلى شيء. الأعلى. كان بادجت كبير كتير. طيب شوي خلي أحاول أخذ منها معلومات. شنو؟ أعلى أجر أخذتيه بس تقولي لي منين؟ بشو؟ بعالم الإخراج كله، أعلى أجر أخذتيه. لإلي ولا العمل؟ إلك. إلي أنا؟ كتصوير؟ كإخراج تصوير أكيد هو يعني إخراج رندلق ديح. ما مذكرة. أعلى أجر لك أنا ما أتذكر وين قديش. بلقيس أخذت منيح. مين؟ ليك أنا ما كيف بقول ماني مادية. ماني إنسانة مادية وبيعرفوني ماني إنسانة مادية. ممكن يجي فنان يقول لي عندي بادجت مش كتير عالي بس إنه أكيد يكون طبيعي لأقدر أقدم له شيء حلو. ممكن يقول لي إنه مثلا عندي هالبادجت ممكن تساوي شي فكره هيك خفيفه بس يكون في شيء يقول شعطه ايه بس بادجت العالي انتبه هلا وصلنا ما بقى حدا يدفع كثير عالي ككليبات. بفضل نروح السينما نعمل فيلم او نعمل مسلسل
شو بيقولوا للنتفليكس للشاهد، هدول اهم هلا. هدول اهم تمام. وصلنا الى الدقيقتين الاخيره فانا بدي استثمرها ونسوي فد مشهد تمثيلي. ايوه اوكي. شنو ببالك؟ شو حابب تلعب انت دور؟ هلا عم بشتغل مخرجه انا. اطلعاني خاين؟ انت خاين؟ ايه. وانا شو؟ انت خاين مريدك. خاين ببرم داري وبفل بودع وقتي ولا شيء. انا خاين وسمحتيني بدي اخابر وحده واقول لها انا احبك وانت هنا. اوكي؟ الو هلا حبيبتي. هم زين خابرتيني لانه رندلي نامت خلصت من عندها حتى اقدر شوي اسمع صوتك اسولف وياك. مع مين عم تحكي؟ شغاله. مع مين عم تحكي؟ شغاله. مع مين؟ فرجيني التليفون. شغاله ومشتاق. فرجيني التليفون. اعطيني اياه. بس اعطيني اياه. اعطيني اياه احسن ما اكسر البيت عليك. لا خليك اعطيني اياه هلا. شفت المراه اللبنانيه كيف؟ على راسه. رندلي شو تحبيني تقولي؟ والله خبت من عدا. انا هيك حلو. انا ضاربه اثنين منتجين والله. ضربتهم. في منتج ضربته والثاني نورتي بغداد. ايه ما تخافوا مني انا مش هيك، بس انه ما بحب اوقات الخيانه. ممكن انسان ينقلب غير شيء. ابشع شيء بالحياه هو الخيانه والكذب والطعن بالظهر. حلو. نورتي بغداد. ثانك يو. إقامة سعيدة. دموعي قامت تخيلت الموقف صعب. شو تقولين بختام هاي الحلقة؟ حلقة عن جد ما رح اسوي في مقلب بعدين. بس لا عن جد هيك يعني ما بحس شيء ما يشبه شيء. محطات مختلفة. الله يوفقك اكيد وانت تجنن. ومع انه قال بيعرفني من كثير زمان كبرني بس ما بعرف. صحيح. جود لك لإلك. وانا عن جد بحبكم كثير ورح تشوفوا اعمال جديده لإلكم لبغداد من قلبي انا لبغداد وبحبكم كثير. يا عمري اكيد من خلال قناه وطن رح نبقى نتابعك ونشوف أكيد. محطات اعمالك ويمكن نتواجد بكواليس العمل. ممكن اكيد ان شاء الله. اوكي. سلمينا على لبنان اكيد. اوكي. على اسبانيا كمان راح اسبانيا. وعلى افريقيا. افريقيا بعيده. لا مش حروح. اوكي. بعد وين؟ بعد وين؟ مشاهدينا الكرام انا اليوم كنت كلش فرحان بهذا التواجد الجميل. شرفتينا اليوم نجمتنا العربيه الراقيه رندل قديح. ان شاء الله نلتقي بمحبه. اكيد اكيد. اذا مشاهدينا الكرام التقيكم ان شاء الله بحلقه قادمه من أهل المحلة. وأوعدكم أن الحلقة الجاية راح يكون ضيف مهم جدا. من هو؟ انتظرونا. مع السلامة.